فالإسلام ليس دينا وإنما سياسة، ويجب أن تدعني أن أعبر عن آرائي بالطريقة التي أريد أن أعبر فيها. عندما اتصلت بي لم تقل أنك لا تستطيعين أن تتناولي الإسلام والقرآن. هذا هم مستاؤون مما يجري في غزة. فضل. وقد قال لهم القرآن أن تقتلوا أو تقتلوا، وهم يقتلون ويقتلون، فأين المبادرة في الأمر؟ سبل القرآن لا يمكن يا سيدتي. عايز أتكلم في السياسة، تفضل يا سيدتي. رجاء في السياسة، رجاء. هو كل الكلام بتاعه عن السياسة. ردي عليه بالسياسة. تفضل دكتور فيصل. فضل. أنت تعرف أنك لا تستطيع أن تفصل بين الإسلام والسياسة. الإسلام قال لهم أن تقتلوا أو تقتلوا، وهم يقتلون ويقتلون، فأين الغضاضة؟ هم يريدون الشهادة ويريدون أن يلتقوا بحورياتهم العذراء، وكل ما هنالك إسرائيل تساعد.